فيما نشوفه توا في على الخارج شنو يوقع في خريف 2024 يعني ابتداء من 1 سبتمبر الى يومنا هذا. هذا توزيع كميات الامطار التي تساقطت على كامل تراب الجمهوريه، كما نشوف الامطار موزعه على كامل البلاد، يعني كل المناطق نزلت فيها امطار، لكن هذه الامطار تختلف من منطقه لاخرى، كما نشوف المناطق الساحليه الشرقيه ومناطق حتى الى حدود صفاقس وسوسه المنسير المهديه نابل والوطن القبلي، وكذلك اقصى الشمال يعني على حدود الجزائريه كانت الامطار بكميات هامه مهمه جدا وفاقت ال 100 ملم. الايرادات المسجله خلال الفتره هذه كانت في حدود تقريبا 72 مليون متر مكعب، موزعه ما بين سدود الشمال 51 مليون متر مكعب، سدود الوسط 20 مليون متر مكعب، وسدود الوطن القبلي كانت ضعيفه جدا بالرغم من وجود الامطار، لان الامطار هذه كانت ذات معناها كثافه عاديه، وفي بعض الحالات اللي كانت فيها الانتنسيتي كبيره كانت في مناطق مركزه ومحدوده في المساحه، وبالتالي هذاك علاش ما كانش وراها سيلان كبير ياسر، خاصه ان هي ما طالبش معناها في الزمن، ما كانش تاثير كبير ياسر على ايرادات السدود، واللي هي متعارف عليه حسب تاريخ المعطيات الموجوده والمؤرخه ان السدود التونسيه الايرادات الكبرى تكون في شهر ديسمبر. مواسم الجفاف هذه قاعده بتحد من الانتاج بتاع الحبوب بصفه عامه، توجيه الفلاحين لزراعه القمح الصلب واللي احنا راهنوا عليه القمح الصلب في المناطق الملائمه، هذا باش يخلينا نوصلوا نوعا ما للاكتفاء الذاتي من الماده هذه ان شاء الله، وكذلك في مساحه المرويه في كما قلت في دار تحقيق الاكتفاء الذاتي، اعاده احياء زراعه القمح اللين اللي تراجع في الحقيقه في السنوات الاخيره، والتوسع في زراعه الشعير والتريتيكال، هذا هو الهدف من الاهداف اللي حطيناها بالنسبه للموسم هذا، ثم النهوض بقطاع الحبوب المرويه خاصه اللي فما مناطق اللي دخلت في انتاج الحبوب بصفه جديده خاصه في الوسط والجنوب التونسي، وتاثير الفلاحين والتركيز على اهميه التداول الزراعي والمحافظه على الخصوبه، كل ما تعرفوا الانتاج والانتاجيه مربوطه بالخصوبه نتاع التربه اللي قاعده تتراجع، وهذا من نجم نحصلوا فيها كان تداول زراعي محكم. ثم تطوير ادوات اخذ القرار، نعرفوا احنا ادوات اخذ القرار هذه باش تعاون الفلاح باش يحسن في الانتاج نتاعو باقل التكاليف، وهذا عن النظم المعلوماتيه في الري، عن النظم المعلوماتيه في التسميد، كذلك في توزيع المستلزمات الانتاج، واحنا على مستوى الوزاره عندنا برنامج كامل لرقمنه القطاعات وخاصه قطاع زراعه القمح. بالنسبة لنسبة استخراج الزيت، ونعرفوا اللي احنا هذه النسبة هي متغيرة حسب الظروف المناخية، وهي تراوحت إلى حد الآن بين 13% إلى 25%. بالنسبة لعملية الجني اللي هي ما زالت في بداياتها، ونقولوا 5% هي نسبة الجني إلى حد الآن، ونعرفوا اللي أوج عملية الجني هي شهر ديسمبر، وهو أوج عملية جني زيت الزيتون. الأسعار المتداولة بالنسبة للزيتون هي تراوحت لحد الآن بين 1.5 إلى 4.5 دينار للكيلوغرام من الزيتون الحي، وبالنسبة لأسعار زيت الزيتون هي متراوحة ما بين 18 إلى 22 دينار بالنسبة للتر الواحد في خلال هذه الفترة. على مستوى أيضا تمويل الموسم، تم تنظيم العديد من الجلسات حول تمويل هذا الموسم، خاصة مع العديد من البنوك واللي هي أبدت استعداداتها لتمويل الموسم على غرار المواسم الفاتحة. يتم أيضا المواصلة بالعمل بإجراء متعلق بتمديد خلاص القروض الموسمية بثلاثة أشهر، خاصة بالنسبة لأصحاب المعاصر، وموفى سيكون موفى شهر جوان 2025 هو موفى تسديد هذه القروض عوضا عن 31 مارس 2025. كذلك هناك ايضا تمديد في خلاص القروض بالنسبه للفلاحين، وسيكون شهر مارس 2025 هو موفى تسديد هذه القروض عوضا عن ديسمبر 2024.